هيعدي وهيلعب العرضيه وهيلعب العرضيه. من زمان بقى خالص انا كنت بحب نادي الزمالك، حب ليه كده ما اعرفش، لقيت نفسي زملكاوي. يا عكورة بصيت لقيت عاوز اعمل حاجه لنادي الزمالك واعمل شهره ليه، انا قاعد هنا في البلد لو مؤاخذه بحس ان مفيش حاجه دي هنا، ففكرت جت لي الفكره بقى من هنا ان حبيت اعمل حاجه لنادي الزمالك. الفكره جت ان انا البيت قلت ايه اعمل واجهه البيت على نفس فانيله نادي الزمالك. الناس بدات التفت كده وحاجه غريبه شبه ما تكون حاجه غريبه حصلت، وبعدين ببص الاقي في عربات بتيجي اي شباب معاه محمول يقف يصور، حسيت ان انا فعلا عملت حاجه ايه غيرت كده. اوعى من ناحيه اليمين ولماها باسم مرسي واجمل واجمل. يا انا بطلب من رئيس نادي الزمالك يعمل لنا اعلانات عن الزمالك شويه، يجيب لنا قناه للزمالك، ويا ريت كل واحد زملكاوي في اي في محافظه يعمل شبه ما انا عملت البيت اللي انا عامله ده.